السلام عليكم خالد. اسمع السيد واقع سيد وفيصل. شكرا لك اليوم في الجدال اليوم عندنا علي باش خالتي. واش خالك؟ شكرا لك. عندنا فادي خالتي في الفيا. واش قال لكم؟ هذه شي ريكونتر هذه فيها 39 39 فيها جوج حبات 39 حبه ويتي دمي اخا جوج حبات 39 حبه ويتي دمي جوج حبات 39 وحبه ويتي دمي خالتي هو عندنا في الميموتر هو شويه بهذه عندنا ثاني في ماكسيليان خالتي هذه فيها 41 42 43 44 تما متوفره من 41 44 هذه من 41 44 ماكسينيا خاوتي سمعت لي مزيان تفرق فيهم 35 خاوتي ماكسينيا خاوتي هذا من 41 عندنا ثاني هذه خالتي حبه 46 6 46 شنو تاعها قومي هذه بزاف تسخني 46 هاي لي خالتي هاي لي 46 خالتنا كيفو في جي قومي منا الاز كاع 46 40 ثاني وانا هذه كاينه حبه واحده خالتي في 40 قوه هذه عندنا ثاني حبه هذه خالتي 47 ونص 47 ونص 47 هذه خالتي 47 ونص هذه كاينه حبه 40 خالتي 40 خالتي بصحته هذه شويه هذه عندنا ثاني خالتي هذه كنت بدا 39 هادي من 39 حتى من 40 39 هادي 39 40 شوي با شوي با سلعة تدويرة خوتي مرحبا بكم في خمسة محل هادي سلعة تدويرة بخوتي يوم كل مغازا واش تدخل فيه سلعة خوتي كاين كل مغازا واش تدخل فيه سلعة مرحبا بخوتي في خمسة محلاتنا نحكم لنا البانو هذاك مليح خوتي السلام عليكم كاين السلعة ها مليك لي باسكات كدا كاين تيان على راسها خوتي تيان هاي باينة خوتنا عندنا سولي تاني خوتي سومي برو حاجة شابة خوتي سومة طرية كاين ميركوريال والفونتوم خوتنا كاينين منا عاملي بداية عاملي خوتي بانو تيان شوفو خوتنا عاملي عندنا اير فورس وان كدا كاين صوالح شابين خوتنا عاملي خوتنا مرحبا بكم كاين خمس محلات خوتنا مرحبا بكم هوليك اخينا السلام عليكم.